السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. يتجدد بنا اللقاء اليوم وحلقة جديدة من برنامج بنت البلد، وجمعة مباركة عليكم يا رب وعلى كل العالم العربي والعالم الإسلامي كله. برغم إن احنا يعني بنمر كلنا بظروف مختلفة، منها ظروف سعيدة ومنها مواقف وظروف سيئة، وكان أصعب الظروف اللي مرينا بيها الأسبوع ده هم شهداء بئر العبد بسينا. ومن هنا بتقدم بخالص العزاء لأهالي الشهداء ولكل قواتنا المسلحة، وأحب برضو أقول إن أنتوا بتقتلوا شهيد بيتولد كل يوم 100 شهيد، وإن شاء الله مصر دايما بجنودها بأبطالها بشعبها برئيسها إن شاء الله، وربنا ينتقم يا رب. وبدعيها من قلبي من كل من تسبب أو له يد في قتل شهدائنا. ثانيا أحب إن أنا برضو النهاردة أتقدم بخالص التهاني للفلاح المصري، ويا رب يجعل أعوام سعيدة عليه يا رب، فهو يعني إن شاء الله هو سبب الرخاء وسبب الانتماء في البلد. طبعا كنا في أزمة كورونا، برغم الظروف اللي كانت بتمر بيها البلاد إلا إن الوحيد اللي كان شغال وبيكافح وبيجتهد وبيتعب كان هو الفلاح المصري. طبعا برضو بحب أخص بالشكر سيادة اللواء جمال نور الدين على الإنجازات الجميلة والرهيبة اللي بتتعمل في محافظة كفر الشيخ، وبدعي له بالتوفيق يا رب، وربنا يا رب يعني يوفقه ويسدد خطاه. بصراحة المحافظ عامل شغل وإنجازات كبيرة جدا في مواجهة المخالفين والقضايا في كفر الشيخ، ولكن يعني احنا بنتمنى بس من هنا، لان في ناس كلموني ان احنا عايزين بس ان يبقى الناس تنجز في الاصلاح في الاصلاحات او التصالح عشان ما حدش يرجع تاني يزعل ويندم من القرارات اللي جايه، لان هيبقى في تنفيذ من بعد 30/9، وده اللي اتقال في مجلس الوزراء سياده رئيس الوزراء قاله امس في اجتماع امس، ومحافظ كفر الشيخ نوه على كده. فعشان الناس ما نرجعش تاني نقول احنا عملنا واحنا زعلانين، لا احنا عايزين يا جماعه يعني احنا في ايدينا فرصه نحاول ننجز بس في التصالح. ثانيا بقى، واحب ان انا برضو اوجه تحيه شكر وتقدير، طبعا احنا كل يوم افتتاحات وكل يوم انجازات في عهد جديد وعهد كبير وعهد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا بتقدم بخالص الشكر لسيادة الرئيس ولكل ما قدمه من إنجازات وتطورات من العشوائيات في المرحلة اللي هي اللي فاتت دي كلها، ومهما اتكلمنا مش هنوفي حقه، لأن احنا بجد يعني احنا بدأنا نحس ان احنا داخلين في قطعة من قطع أوروبا، وهنبقى أفضل إن شاء الله بالتطورات والإنجازات اللي حصلت. وطبعا بأخص بالشكر السيد رئيس الوزراء وقواتنا المسلحة وكل الوزارات على رأسهم وزارة الإسكان والهيئة الهندسية في المساهمين في مشروع محور المحمودية. يا ريت احنا معانا طبعا صور لمحور المحمودية والإنجازات اللي تمت فيه، وهو انتوا لو شفتوه أصلا هتحس ان انتوا بقيتوا عايشين في دولة أجنبية، دولة يعني من دول أوروبا. يا ريت احنا نعرض الصورة لمحور المحمودية. طبعا وطبعا الانجاز ده يعني تم في زمن قياسي، حيث ان محور المحموديه بيمتد بطول 23 كيلومتر من 6 الى 8 حارات، وبه 7 كباري للسيارات و25 كوبري للمشاه وحاره للاتوبيس الكهربائي. طبعا بيبدا المحور من تقاطع الكوبري الدولي الساحلي شرقا حتى منطقه الدخيله غربا، ويضم 14 نقطة تنموية بها 14 مسجدا وكنيسة. طبعا أنا بملى عليكم الإنجازات دي عشان الناس اللي مش شايفة والناس اللي بتتكلم وبتهاجم البلد وهم قاعدين على الكراسي وقاعدين على الكافيهات، يا ريت نشوف اللي بيتكلم يطلع ويشوف الإنجازات اللي البلد بقت فيها والتطورات اللي احنا بقينا فيها. المحور ده بصراحة من الإنجازات الجميلة قوي اللي تمت في الفترة خلال فترة قياسية بسيطة. وطبعا احنا عايزين نقول انه بيخدم احياء منتزه اول وحي شرق وحي وسط وحي غرب
ونقول تحيا مصر برئيسها بشعبها بجنودها بقواتها. وطبعا احنا مهما اتكلمنا زي ما قلت على انجازات هنلاقي انجازات كتير قوي وانجازات في فتره بسيطه. ويا ريت انتوا زي ما انتوا شايفين المحور بقى تطور وشايفين المنظر، منظر جميل ومنظر حضاري ومنظر يعني احنا عايزين نتباهى بيه، نتباهى ان احنا من مصر ونقول تحيا مصر ام الدنيا. وان شاء الله يعني ان شاء الله مصر في تقدم، مصر في ازدهار، ودايما في افتتاحات ودايما في انجازات في ظل عهد سياده الرئيس. وربنا يوفقه وربنا يسدد خطاه يا رب. والله من اراد بمصر سوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. وان شاء الله احنا معانا النهارده ضيوف على الهوا لحل مشاكلكم. معانا سياده المستشار عبد الفتاح ومعانا الدكتور السيد عبد الحميد، هنشوفهم مش هتكلم عنهم دلوقتي، احنا هنشوفهم على الهواء مباشره وهنقدمهم لكم وهم يقدموا نفسهم بصوره اكبر واجمل. وهم جايين النهارده عشانكم وجايين عشان يردوا على مشاكلكم. وطبعا سياده المستشار غني عن التعريف، سياده المستشار عبد الفتاح علام ابن محافظه كفر الشيخ. وطبعا احنا ان شاء الله بعد الفاصل هنلتقي بيهم على الهوا، واتمنى ان انتوا تستنوا معانا. واللي عنده مشكله، عنده قضيه، عنده اي حاجه عايز يتواصل معاهم هيكلمهم وهم هيردوا جاهزين على كل انهم يردوا على كل تساؤلاتهم. ويا ريت يا جماعه يعني اللي عنده مشكله يكون في انجاز بس لسردها عشان ندي فرصه لغيرنا. وطبعا احنا معانا مشاكل كتير النهارده وكلها متعلقه زي ما قلنا كده اللي هم اقول العنوان ولا بعد هنقول بعد الفاصل وفاصل ونعود. ازيكم عاملين ايه؟ وحلقه جديده من برنامج بنت البلد. النهارده موضوع الحلقه عن مشكله بتواجه مش مجتمع واحد، هي بتواجه مجتمعات، مشكله الفقر. وبننتقل من مشكله الفقر لمشكله اصعب واقوى، يعني بتواجه المشاكل الانسانيه وبتواجه الروح الانسانيه بشكل عام، وهي مشكله الغارمين والغارمات. باذن الله النهارده نقدر ان احنا نوصل لكم معلومه مفيده ونقدر ان احنا نوصل حاجه كويسه، يا رب تستفادوا معانا ويا رب يكون الوقت لطيف. مبدئيا هرحب بالسيد المستشار عبد الفتاح علام، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بحضرتك. ودكتور سيد ابو زيد نائب رئيس مجلس المصري الدولي لحقوق الانسان، اهلا بحضرتك. اهلا 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 وسهلا بكم، شرفتونا ونورتونا. واهلا بجد يعني احنا عاجزين عن الكلام. وطبعا كان سبب الحلقه النهارده كان طبعا في مشكله كده بتقابل بعض الناس، واحنا هنتكلم النهارده برضو هنبتدي الاول عن الغارمات او الغارمين. وطبعا دولت اللي احنا معروف عند الناس ان هم اللي مش قادرين يسددوا ديونهم بمعنى اصح. الناس عايزه تعرف يعني ايه غارم او يعني ايه غارمه، والناس بتلجا دلوقتي انهم الموضوع كله مساعدات ماديه. فاحنا عايزين نعرف يعني هي الموضوع مكتفي بالمساعدات الماديه بس، ولا هل القانون موفر لهم حاجه تانيه؟ حضرتك فاهمني؟ تمام طبعا، اتفضل. اتفضل يا فندم. عايزين نعرف بقى حاجه كده عن الغارمين او الغارمات نعرفها للمشاهدين نقول لهم. تمام. هو بدايه انا متشرف بوجودي معاكم وفي البرنامج، وبيسعدني ويشرفني ان انا اكون موجود معاكم. شرف لينا والله يا فندم. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. بدايه عايزين نقولهم ليه احنا حتى ما نوهنا في البرنامج وقلنا ان الغارمين او الغارمات، الغارمون او الغارمات مرتبطة بالإقراض أو الربا الفاحش. تمام. وبالتالي مرتبطة بنصوص قانونية. إحنا للأسف عندنا في القانون بعض المواد الغير مفعلة، أو وليكن عدم الاعتداد أو الجهل بالقانون. أيوه. مع أن هو المفترض القاعدة القانونية بتقول لا يصح الجهل بالقانون. أيوه. لكن إحنا عندنا عدم وجود ثقافة قانونية لدى الشعب نفسه. طيب ما القانون؟ يعني ايه معنى القانون؟ القانون ده اما جينا اما جه يتحط او يوضع قال ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. وبناء عليها حضرتك النهارده اما اجي اقول ان الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع، فبناء عليه دي القاعده الاساسيه اللي بنتكلم فيها. اما بنيجي حضرتك بنتكلم
في الغارمون والغارمات طبعا ده بيختص بالفقر. طيب هو حالة عوز يعني ايه حضرتك النهارده؟ يعني احتياج. 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 طيب الناس تقول لك ازاي هو القانون اتكلم في الربا الفاحش او اتكلم في الغارمين والغارمات؟ بقول لي زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، ان النهارده كل اللي بيحصل في الغارمين او الغارمات ان هو بيحصل مساعدات. أيوة. بس امتى المساعده؟ أيوة. اما اكون مسجون. أوه. طب هل النهارده مفيش حاجه اسمها الوقايه خير من العلاج؟ موجود. يبقى المفترض النهارده انا مش جاي اتشرف ان انا اكون في البرنامج ده عشان اقول يا اهل الخير ساعدونا. ساعدونا. انا بقول يا ناس يا غارمه يا غارم ساعد نفسك. ايوه. القانون وضع اسس ومبادئ، عشان كده حضرتك حبيت احدد بالظبط قانون العقوبات. عندنا في القانون المصري حدد من الماده 338 والماده 339 عقوبات، واضافه لها وان كانت غير مختصه بها ولكن هنربط الاحداث ببعضها دلوقتي، اللي هي الماده 340. الماده 338 والماده 339 اتكلمت في حدود ونطاق مين بقى سعادتك؟ الاقراض بالربا الفاحش. تمام. دي مرحله تانية. احنا تمام. احنا بس عايزين نعرف الناس، يعني مثلا الغارمه او الغارم دولت هم اصلا في الاساس مدوا بناء على ايه؟ بناء على وصولات امانه. اتمنى عشان كده بحب اربط. أيوة. الاحداث ببعضها بالزبط. لانه يعتبر كله مكون واحد. تمام. والنتيجه الحتميه واحده اللي هي الحبس. أيوة. تمام حضرتك كده. طيب يبقى ليه انا بتكلم بقى في الاقراض والربا الفاحش؟ أيوة. اما قلنا ان الشريعه الاسلاميه هي مصدر التشريع، جميع الاديان السماويه حست بالانكار واعتبرت ان الربا هو اصلا من الذنوب والكبائر الكبرى اللي موجوده في الديانات السماويه الابراهيميه. حتى القران قال لنا وبشرهم بالفقر. يعني تمام تمام. ايوه. طيب. يعني معناها يعني. تمام سعد. أيوة. فانا النهارده ازاي بوصل ان انا يقال عني ان انا غارم او غارمه؟ ايوه. انا بكون النهارده ما معنى الغارم او الغارمه؟ أيوة. هو الغير قادر على سداد دين ديونه. تمام. اتخذها من شخص اخر المفترض ان هو الجائن المجني عليه. صح. لكن في حقيقه الامر والموضوع والواقع اللي بنطبقه النهارده هو المجني عليه، الغارم او الغارمه هو المجني عليه. ازاي حضرتك النهارده؟ الماده 338 اتكلمت عن انتهاز ضعف النفوس او الاحتياج من شخص غير قادر على احتياجاته الشخصيه فانتهزها شخص اخر قادر. أيوة. فاعطاه. صح. طيب. سيادة المستشار، طيب بما اننا بنتكلم في الحتة دي وقبل ما نطلع منها عايزين نعمل تغطية عليها شوية، فاحنا عايزين نسأل الدكتور سيد ايه معنى الفقر؟ ايه هو الفقر وكيفية الحد منه اولا علشان نقدر نوصل. تمام. ونغطي النقطة. تمام. بس تمام عليك. بداية أود أن أعرب عن سعادتي لتواجدي مع حضرتكم وصحبة سعادة المستشار على فتح بك علم. ربنا يعزك يا فندم، ربنا يحفظك. الفقر زي ما قال سعادة المستشار معناه منذ قليل معناه العوز والنقص. تمام. وطالما أن هناك نقص فهناك احتياج. صح. فالفقير هو المحتاج، وهناك درجة أخرى من الفقر اللي هي درجة المسكين. في بعض تعريف الفقر في مصطلحاته في مصطلحاته أن الفقر من لا يملك قوت عامه 12 شهر. وبعض المصطلحات عرفته انه من لا يملك قوت يومه. في الاسلام كان له تعريف اخر. تعريف افضل. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات امنا في سربه صلى الله عليه وسلم يملك قوت يومه، يعني بمعنى الحديث معافى في بدنه فقد ملك الدنيا جميعا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا مناف للتعريفات السابقه. بس الايام دي الدنيا برضو يا دكتور لكل زمن دوله ورجال. نعم. كتير. نعم. أيوة. نعم صدق. غير زمن الرسول. طبعا احنا معانا اتصال تليفوني من منى. استاذه منى. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بحضرتك البرنامج. اهلا بالساده الضيوف. حبيبتي كنت عايزه بس احاول البرنامج منورانا. الله يكرمك. الله يخليك حبيبتي. كنت عايزه بس اوضح حاجه بالنسبه اللي الدكتور بيتكلم فيها عن الفقر. اتفضل. كنت عايزه اقول ان الفقر مش بس بيكون مادي، احيانا. نعم. بيكون معنوي. احيانا بيكون. نعم. انساني. يعني الفقر بيكون في سوء الاخلاق، يعني فقير اخلاقيا. نعم. فقير سلوكيا.
يعني الفقر ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. تسلم يا منى، ومتشكرين اول اتصالك، ودايما مشرفانا ومنورانا، ونشكرك قوي بجد منى، من صديقة من أصدقاء البرنامج اللي دايما يعني دايما بتدخل علينا كده دخلات جميلة كده، وقالت كلمتين حضرتك كنت قايلهم سبحان الله قبل الحلقة. تمام، هو معانا ثواني بس معلش، المداخلات هامة جدا. معانا اتصال تليفوني تاني من دكتور عبد الغني صديق البرنامج، الشيخ عبد الغني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك طبعا، والسيد المستشار الدكتور بارك الله فيكم، صديق البرنامج الشيخ عبد الغني، اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا، ربنا يبارك فيك يا رب. ما شاء الله، ربنا يحفظك يا رب. الله يكرمكم، انا اتحرمش من اتصالك ابدا يا رب. ربنا يحفظك. الفقر فعلا كما قالت اختنا. الو، اتفضل معاك. بقول لحضرتك الفقر كما قالت اختنا ليس فقر جيوب وانما فقر نفوس. واذكركم برضه بان سيدنا عمر بن الخطاب لما سال والي مصر عمرو بن العاص ماذا تفعل لو رايت سارقا، فقال اقطع يده، وقال وان اقطع يدك لو رايت جائعا. نعم نعم. فهو لو في تكافل اجتماعي وفي زكاه وفي اهتمام بالمسؤولين بالفقراء والمساكين مش هنبقى فقيرا. تمام، شكرا يا شيخ، شكرا جدا لحضرتك. شكرا لحضرتك جدا، بس احنا عايزين نكمل حته مهمه قوي بعد اذنكم، عن احنا عايزين كنا فتحنا موضوع الصلاه الامنه. احنا عايزين بس لان النقطه دي بتهدد بيوت كتير قوي. ذكر ان في السجون المصريه حوالي 30,000 غارم وغارمه، اللي هم بيمثلوا من الغارمين عموما في مصر 25%. وقال احد المسؤولين ان هو بيكلفهم الغارم والغارمه بيكلفهم داخل السجون اكتر من الديون اللي عليهم. يعني قالوا ان هو الغارم ممكن بيوصل شهريا احتياجاته من 1,500 ل 2,000 جنيه، بعيدا بقى عن الماء والكهرباء. تمام، فهو الموضوع بقى احنا عايزين نعرف ايه الاسباب او ايه المشكله عموما. عايزين نرجع بقى لمشكله الغارمين او الغارمات. يعني قدمت حضرتك حته حلوه قوي، لمسه من الاء، ان فعلا ان الغارم او الغارمه بيدخلوا السجون بيكلفوا اكتر تكاليف فعلا. بخصوص الجزئيه دي تحديدا، تم عمل دراسه وبحث قدم من احد مستشارين بوزاره العدل لمجلس النواب اللي موجود حاليا منذ سنه، بتعديل بعض القوانين اللي هي زي حضرتك النهارده، اللي هو تحديدا والاستثناء للغارمين والغارمات فيما يخص الحبس، باستبدال عقوبه اللي حضرتك قلت عليه بالظبط دلوقتي. قلت النهارده ان انا المفترض ان انا ده اصلاح وللدوله، فانا المفترض النهارده حضرتك بدل ما احبسه واكلف الدوله جهود، النهارده قدم بحث ودراسه وقدمت لمجلس النواب منذ عام، وقرر فيها انه يجب استبدال عقوبه الحبس بعقوبه العمل. ازاي حضرتك النهارده؟ اقول لحضرتك ازاي؟ قدمت على اسس. اتقال فيها ايه ومضمونها؟ اتقال ان انا النهارده زي ما الاستاذه قالت بالظبط تحديدا كده، قالت ان انا النهارده الغارم ده المفترض ان انا بحبسه. تمام. أيوه صح. الغارم ده محتاج مكان. تمام. محتاج خدمات. أيوه. محتاج رعاية صحية، ومحتاج معيشة، ومحتاج فعلا تكاليف كتير. يبقى انا النهارده بحط ده في زيادة، بياخدوا تطعيمات. ايوه يا فندم كاملة، عيشة كاملة، كل حاجة. ايوه فعلا صح، وحق الرعاية فعلا. النهارده المعاقب بالاعدام المفترض النهارده ليه اجراءات صحية الاول. ايوه، فما بالك حضرتك بشخص متكامل الاهلية، متكامل الاركان، ليه حق المعيشة وحق وحق وحق. فبالتالي النهارده ده بيقع كاملا على كاهل الدوله. طيب ايه الاسس اللي وصلتنا ان انا النهارده طب احنا أتحرس. هنقطع حضرتك، معانا اتصال تليفوني. انا ما بقدرش اكمل الفكره، لان مطالب ان الفكره تكتمل عشان نوصل. يعني احنا بس اصل هي فكره على مضمون العمل. كلمات كتير جدا. تحت امرك، اتفضل استاذ احمد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا احمد، نورتنا. اهلا وسهلا دكتور احمد نعيم، صديق شخصي للدكتور سيد. معالي الدكتور، ازيك يا فندم؟ ازي سعادتك معالي المستشار؟ ازي سعادتك؟ الله يكرمك. ازيك يا فندم؟ ربنا يحفظك. حبيت ارحب بحضرتك وارحب بحضرتك يا فندم. ربنا يحفظك، ربنا يخليك يا دكتور نعيم. متشكرين لاتصالك والله يا استاذ احمد، متشكرين جدا، ونورت البرنامج. برنامج موفق يعني، وربنا ينفع بيكم يا رب. الله يخليك يا رب، امين يا رب.
متشكرين قوي. اتفضل دكتوره في القانون الدكتور نهاية. والله شرفتنا ونورتنا والله كلامك. لا هو مش الهدف المقاطعه، احنا بس عايزين نكمل معلومه الحته المهمه عشان توصل معانا. لان المعلومه ديت لابد المفترض توصل على بعضها. طب انت حضرتك قلت في بحث اتقدم، انا مع حضرتك ومركزه. ده استكمالا للاستاذه اتكلمت عنه، ان هو النهارده بيبقى فيه كال وبيقع، ولكن هو حتى الان الدراسه ديت ما استكملتش، خاصه ان احنا داخلين على مرحله انتخابات قادمه. فمازال منوط به العمل، وفي ابحاث خاصه بنفس المنطقه ديت، ان انا النهارده على الاقل ما استفدتش منه، بس على الاقل ما يكلفنيش، هيبقى على الدوله ونفقات. طيب على ارض الواقع اللي القانون نظم الاقرار، القانون ازاي؟ اقول لسعادتك ازاي؟ القانون في القانون المدني تحديدا نظم الاقراض وقال ان هو على الا يزيد عن 7%. على الا يزيد عن 7%، ده القانون المدني. تمام حضرتك كده؟ طيب انا النهارده معلش برضو ازاي؟ يعني انا عايزه برضو تفسير، احنا ممكن فاهمين في ناس قاعده دلوقتي عايزه تفهم 7%. يعني انت يعني ايه القانون عملها 7% برضو؟ اقول لحضرتك ازاي؟ زي مثل بنوك. ما هي داخله في نفس المنظومه. صح فعلا. ان انا النهارده اقدر اعمل تعاقدات بيني وبين حضرتك النهارده في منظومه معينه، في اشكاليه معينه. أيوة فعلا. في تجاره بيني وبينك، ويبقى في فايده لا تتعدى الحدود القانونيه التي اجازها القانون. تمام. واللي هي نسبه 7% قيمه الفايده الكليه من المبلغ الكلي. أيوة. في الحاله ديت يبقى ده مش ربا ولا قرض فاحش. ده نظمه، عندنا البنوك شغاله كده، عندنا كان في صرافه قبل كده. الفايده 7% لم تتعدى او تتجاوز الحد القانوني فدي سليم، مفيش مشكله. تمام. طيب امتى بقى اصل للقرض الفاحش؟ احنا قلنا ان انا عندي نسبه 7%. لو تعديتها دخلت في باب الربا والاقراض الفاحش. هو ده بقى الاقراض اللي هو يعني. طيب. ايه بقى؟ عايزين نعرف المصطلح معناه الاقراض. القرض. القرض ان انا بقرض بدي حضرتك. انا النهارده قعدت مع حضرتك واتفقنا تمام ان احنا هنعمل مشروع كذا. تمام. فبمولك بالفلوس. تمام حضرتك كده بيتم بيننا وبين بعض تعاقد من خلال العقود المدنيه. تمام. ده المفترض. صح. ان التنظيم بيبقى من خلال عقود مدنيه. تمام. اتفاق العقد شريعه المتعاقدين. أيه. في طرفين، انا النهارده بمولك بفلوس وليا النهارده مبلغ معين على شرط الا يتجاوز نسبه 7%. طيب. تمام. النهارده بقى حاله العوز او حاله الفقر او حاله الاحتياج. أيوة. او انتهاز فرصه ضعف النفوس اللي حضرتك قلت عليها اللي هو اللي احنا قلنا قبل ما نقطع. تمام حضرتك. اللي احنا حتى اتكلمنا وافترضنا ان احنا على ارض الواقع والتطبيق. تمام. العملي. صح. ان النهارده بيجي لحضرتك مثلا اب بيزوج بنته، ام بتجوز. صح. بنتها. أيوة. تمام حضرتك. واتكلمنا قبل الحلقه وقلنا ان في حاجه اسمها تمثال. أيوة. يعني ايه التمثال اللي موجود؟ أيوة. التمثال ده دايما اللي هي الناس كانت بتهابه بيصل الى حد العباده اللي هو ايه؟ احنا اتكلمنا قلنا النيش. ايوه النيش. ده النهارده حضرتك انا يعني عمال افتكر التمثال. انا اسف، انا ممكن اشيل مصليه وممكن تتقطع تترمى، ممكن يحصل اي مشكله في اي شيء. طبعًا. لكن عندي النيش وقف هنا. ممنوع. ده الزوجه بتتزوج زوجها. ده على ارض الواقع حضرتك. وكمان احنا شفنا ان ده بيكلف رب الاسره حاجات كتير قوي يا فندم. النهارده النيش حضرتك ما يقلش عن 60 70000 جنيه. النهارده دومت بدايه لبيت لشاب وشابه عريس وعروسه. جميل. دومت يكفلوهم يقدروا يفتحوا لهم بيت. عارف لو في حد ومع ذلك لا يتم استخدامه في النيش ده، انت لو قربت منه تتكهرب. ايوه دي مشكله من المشاكل اللي بتواجه اصلا تنميه المجتمع. فبص تلاقي النهارده الاب عايز يجيب لي بنته، انا مع احترامي وتقديري عايز يجيب لها الغساله والثلاجه في الاوتوماتيك والنص اوتوماتيك. لا ده دلوقتي بقوم ايه، استنى وبالتالي حضرتك انا اعد لك. صح. في ثلاجتين دلوقتي، ثلاجه صغيره ثلاجه كبيره، في فريزر ديب فريزر، وفي مروحتين، وفي مش عارف لازم اتنينات دلوقتي. تمام. والعريس بقى بيدخل النهارده. انا والله حصل موقف قدامي وشفته بالفعل، ان في عريس قاعد مع عروسته بعد الخطوبه بيقول لها ده انا اختي جايبه ثلاجتين وغسالتين وبوتاجازين. ايوه فهمت. بيرملها يعني حضرتك فاهم. كمان. بعد شهر بالظبط كانت الخطوبه متفشكله بسبب الكلمتين دول. طيب بنوصل بقى ازاي بقى للاقراض والربا الفاحش، ونوصل ان احنا غريمين وغريمات؟ بنيجي بقى حضرتك النهارده. بس انا عايزه حضرتك كلمه. أتفضل. معلش انا مش عايزه اقفل باب اللي هو بتاع النيش ده. احنا عايزين نقول للناس من هنا رساله. ده موضوع محتاج ياما قوي. ايوه بس كلمتين عايزين نقولهم للبنات وللشباب، ان طول ما في لازم يبقى فيه تكافؤ. ما نقدرش لازم يا فندم في تعاون. ما نقدرش يا فندم يكملوا بعض. ما نقدرش نقول للشاب والشابه، المفترض ما نقول للوالد والوالده كمجتمع، لان هو ده اللي بيفهم هو اللي بيوصل للمعلومه. بدايه النشر ما عادش زي الاول. البنت دلوقتي عشان بيجي لها عريس ما اقدرش اقول لها تعالي انت هتتجوزي فلان،
دلوقتي هي بقت بتقول اه او لا، ما عادش زي زمان. تمام، ما اختلفناش. ايوه بس مشكله الفلوس عموما والعادات والتقاليد دايما بيقول لك الناس هتاكل وشنا. ايوه دي بتخلي اصلا معظم الشباب دلوقتي بيتجهوا ان هم يتجوزوا بره مصر، او ان هم بيتجوزوا تحديدا عايز 100,000 جنيه في ايده بس كده دليله الفرح بس. تمام، فدي بتكلف اصلا، يعني مش بتكلف الشخص لوحده، هي بتكلف دوله كامله وبتواجه تنميه المجتمع في ان الدوله بتنحدر بسبب الموضوع ده. اتفضلي دكتور، كنت عايز ايه معنا؟ اتفضلي سؤالك. هو انا معلش مع احترامي انا عايز اكون الفكره، يعني انا عايز اخد دقيقتين احنا هنقطع المداخلات ان شاء الله عشان الفكره لسه ما وصلتش. طيب في مداخله. طيب الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك لو سمحت بس يا ريت تسمعيني وما تقطعيش عليا. اتفضل. انا الله يخليكي، انا مقبلين على شقه من يوم 27/12 سنه 99. تمام. انا دلوقتي ولادي بقوا في ثانوي، وانا دلوقتي كل ما اروح اسال على الشقه في محافظه اسكندريه عندنا تبع المحافظه يقول لي اللي قبلك لسه ما استلمش. يا عم الحاج انا بقالي كتير ما عامله، يقول لي اللي قبلك ما استلمش. والله العظيم ثلاثه انا قاعده ببيت شد والحمد لله، يعني الحمد لله على كل حال، بس احنا بيتنا دلوقتي جاي له ازاله، وانا اولادي هنبقى في الشارع، وانا جوزي شغال في قهوه على باب الله، والله العظيم ثلاثه ما معايا اجيب حتى حاجه بره. انا عايزه بس حقي، انا بقالي حوالي 21 سنه او 22 سنه بقدم على السقف، انا وعيالي هنبقى في الشارع، والله والله العظيم هنبقى في الشارع. طيب سيب لنا رقم التليفون لو سمحتي. لو سمحتي يا جماعه خدوا رقم التليفون وخليه معاكم. طبعا حاجه ما دي واقع بالواقع اللي بنتكلم فيها، يعني تموت للغارمات. يعني احنا دلوقتي بنناشد محافظ الاسكندريه، يا ريت يكون سمع المداخله، ويا ريت يبقى في تجاوب. الاسر اللي هي اللي زي دي ما تسابش من سنه 99 للنهارده. يا ريت لو في انجاز ان احنا بنناشده دلوقتي من خلال البرنامج بتاعنا، يا ريت تكونوا سامعيننا وسامعين الشباب وسامعين الناس دي. بجد الواحد بيسمع الحالات دي والله بيبقى ربنا اللي عالم بينا بجد. حاله لا، ومش السيد محافظ الاسكندريه فقط، يعني لو في ايده حاجه يعني هو سمع المداخله واحنا معانا رقم التليفون. جميع المسؤولين المناشده واسكان الشباب عموما او الاسكان ده حضرتك مشكله يعني على مستوى الجمهوريه في جميع المحافظات، مش مختصه في مكان واحد. صح. متواجده يعني ديت موجوده على الساحه وما زال الكل بيعاني منها. ايوه بس احنا عندنا في بلطيم اللي انا اعرفه ان احنا ما شاء الله يعني ما فيش حد قدم على شقه غير لا بعض المحافظات الا لو هو سابها. لا بعض المحافظات مختلفه، في هناك محافظات تعتقد بالسكان كلها كده، وهناك محافظات يعني فيها هي ممكن بسيط. عشان الاعداد كتير. نعم. نعم. والسكان هناك اكتر. ماشي احنا معاهم في كده، بس يجب برضو على وزاره التضامن تشوف الحالات اللي زي دي وتتواصل معاها، واحنا يعني عشمنا فيكم كبير بعد ربنا، ونتمنى يكون صوت الاخت وصل لحضراتكم يعني وللمسؤولين في الاسكندريه. اتفضل يا فندم كمل. طيب اختصارا بسرعه. اتفضل. طبعا احنا قلنا ان في حاله عواز، في حاله احتياج احتياج. تمام. وبالتالي بينتهز الفرصه ديت شخص اخر قادر على ان هو يعطيني الفلوس ديت، وبالتالي النهارده ما بيعملش معايا عقد، لان هو لو حب يثبت في عقده ان هو ده اقراض والاقراض فايدته كذا. فبالتالي هو بيورط نفسه. لو النهارده حضرتك هو مضى على ورقه خارجه عن نطاق القانون ومجرم، فبيعمل ايه النهارده حضرتك؟ بنوصل بقى لايصال الامانه حضرتك. النهارده التعاملات اغلبيتها في الشارع بايصال امانه. صح. هات ورقه من المكتبه، ورقه عاديه خالص حضرتك كده، وتعالى امضي لي على ورقه. وايصال امانه جاهز دلوقتي. ايوه يا فندم. اللي هو بيتمضى عليه بخمس قروش سعادتك موجود في المكتبه، اتفضل بقى حضرتك امضي لي وبصم لي. حتى حضرتك كنت قلت لي كلمه غريبه كده وسالتني عليها، لو افترضنا ان انا النهارده ليا ايصال امانه انا لسه جايه اقول عايزين ازاي يعني اضمن لنفسي، او ازاي اكون مامنه نفسي. تمام. ازاي اعرف ان ده الايصال الامانه اللي انا مضيت عليه النهارده، ورحت للتاجر مضيت اهوت وخدت حاجتي وسددت ديوني وتمام، عايزه اتاكد ان وصل الامانه ده بتاعي ولا هو ده اللي انا مضيت عليه. ما ادراني بقى ان ممكن يكون هو كاتب عامل ايه. احيانا بيحصل بالفعل ان ومش تاجر بس حضرتك، ممكن يبقى في خلافات بين شخصين ما واتفقوا وتصالحوا، ويجي الشخص مثلا حضرتك انا ماضي على ايصال على بياض، فيجي حضرتك يقول لي اتفضل ايصال. ده لمين؟ للمتعلم اللي قادر ان هو يقرا ويكتب وممكن يشكك في خطه، وممكن ده انا بقول لحضرتك ان هو نفسه انت ما تقدريش تعرفي خطك. صح. لو حد قدر ان هو يقلد الامضاء فبالتالي الايصال حضرتك على بياض، فبالتالي هتاخديه وتروحي. فعلا. هتيجي تلاقي نفسك مشكله تاني يوم، فتيجي تروحي للشخص ده يقول لك انا اكتب لك اقرار حضرتك ان انا لو اي حاجه ظهرت من خلالي فانا مسؤول. ده المفروض قبل ما تستلم ايصال الامانه، قبل ما تسدد اصلا، لو برضو في وعي
نقول للناس ان انتوا قبل ما تسددوا اتاكدوا ان ده وصل الامانه. طيب نقول ازاي حضرتك؟ ايوه بالظبط، بمنتهى البساطه وبدون اي تكلفه. أيوة. حضرتك ايصال امانه معايا، انا موقع تحت، وقلنا اللي موقع وعارف توقيعه أيوة. ممكن يتوه منه صحيح. ممكن يجي حد يقلد الامضاء، لان انا النهارده بضغن في نفسي وفي عندي قصد جنائي ان انا اضره أيوة. ان انا اقدر اشتكيه بعد كده. طيب اعمل ايه حضرتك؟ ولو تخيلت بقى ان الايصال ده مبصوم، يعني بصمه فالبصمه ده انا ما اعرفهاش، يعني محدش يقدر. طيب هل هاخد الورقه وراه عند خبير في كل ورقه انا محتاج اخدها؟ لا. لا بمنتهى البساطه حضرتك خالص كده تمام، اقوم جاي على ذات الايصال اللي انا موقع او بصم يعني. عليه واقوم جاي حضرتك كده على ظهره، ومخلي الشخص اللي سلمني الايصال ده كاتب اقرار اقر انا. ركز في الحته دي كويس، حته مهمه جدا للمشاهدين. دي الوقايه بقى، دي الوقايه. الوقايه خير من طبعا يعني تمام حضرتك تمام. فنقوله ايه بقى؟ يجي على ظهر الايصال. أيوة. انت النهارده بتسلمني ايصالك، حضرتك النهارده انا تعاملت معاكي ومضيت لك ووقعت لك على ايصال او بصمت لك ايا يكن بالطريقه اللي توصلنا فيها تمام. فالنهارده الايصال على بياض تمام، فانا مش هاخده لسه واشوفه هيشتكيني او ايه القصه او اخليه يجي على ظهره. حضرتك على الظهر كده على ظهر الايصال اقرار اقر انا السيد فلان الفلاني ان هذا الايصال أيوة مسلم تمام. مني للشخص فلان، هو كان محمول عندي بطريق الامانه. طيب. وانا مسؤول مسؤوليه كامله عن التوقيع او الابصار. ده بالنسبه للشخص اللي هو المقترض انتهت، لان النهارده في حل. لا انا بتكلم على الايصال اللي هو سدد بقى يعني اي شخص ليه ملتزمات في الايصال. انت احنا ما بنتكلمش على الاقتراض بصفه عامه. بصفه عامه يبقى انا النهارده حضرتك بمنتهى البصر، لانه هو لو النهارده مش هيقدر يديني بصمه غير صحيحه او توقيع غير صحيح ليه ساعات لو ظهر ان الايصال ده مزور اصبح هو اللي مزور، هو اللي كاتب بيجيب هو اللي كاتب دي وماضي. يا ريت يا جماعه هذه واحده عايزين بس نتجه للشخص ده. معلش يا الاء اللي هي بتاعت وصولات الامانه، معلش اللي هي جالي بس هي جايه لي على الفيسبوك رساله بس بيقول لي لما عرف ان في حلقه زي النهارده بيقول لي لو انا ماضي على 10 وصولات امانه ده اللي هنوصل له بالظبط. هو ده الاقراء. ايوه بيجي حضرتك النهارده ما تضنيش على ايصال امانه واحد، ده هو بيجي ما انا في حاله عوز في حاله أيوة. فقر في حاله احتياج ما بيقولوش ان ده على ايصال واحد، لا ده بيمضينا على واحد واثنين وثلاثه بالظبط، زي اللي هم اللي بيتجوز بنته زي ما احنا قلنا تمام. او اللي الانسان طيب. اللي بياخد سياره او اللي بياخد قرض. ما هو اصل النهارده الهوى الشخصي ده بيعمل ايه حضرتك أيوة. النهارده او مين هو اللي الشخص اللي بيطلع فلوس او الربا بيجي يقنع نفسه بطريقه لذيذه قوي، يقوم شايل 5 قروش في جيبه تمام فلوسه ويشيلها، تيجي تقول له انا عايز فلوس منك وفايده كذا، يقول لك حد الله حد الله والله ازاي، يقول لك اسف انا ما بطلعش فلوس انا مش رباوي. امال هتعمل معايا حضرتك؟ يقول لك انت محتاج مثلا كام؟ 15,000 محتاج 20,000، يقول لك تعالى معايا كده في ايدك ويقوم واخدك حضرتك قدام باترينا وموقفك قدام الباترينا، يقول لك ايه رايك في الشاشه دي؟ اشتري مني شاشه. الشاشه دي بكام حضرتك؟ خلي بالك انت بره، لا هو اللي مسها ولا انا لمستها. الشاشه دي بكام؟ انت محتاج 20,000، اتفضل الشاشه ديت ب 20,000. يقوم يقول له خلاص انا قبلتها، وهو واقف معايا يقوم قايل له سعادتك ايه بقى؟ ما هي دي اسمها سفسطه. يعني ايه سفسطه؟ يعني ان هو بيخترع شيء من لا شيء عشان يريح ضميره ان انا مش راجل رباوي، فيقوم بقى حضرتك يقول له ما تبيع لي الشاشه دي تاني. ده بيحصل على ارض الواقع صح، ده اللي موجود في الشارع. فاقول له والله الشاشه دي تفيدني مثلا ب 12,000، فبالتالي هو النهارده لا استلمها ولا شافها ولا عمل، هو ريح ضميره نفسيا كده او اوهم نفسه إيه بقى؟ تمام مسمى الاحتياج. ما هو ده الاحتياج، انا مضطر اقبل بكل شيء صح. طيب صح. بيجي بقى يمضيني على 10 ايصالات زي ما حضرتك قلت. ايوه احنا قلنا النهارده ان الماده 340 وفي الماده 341 صح. احنا النهارده عرفنا ايه معنى الاقرار، هو الاحتياج صح. من شخص معاه بيدي لشخص معهوش، فبيضطر النهارده مع هوى النفس نقول له امضي لي على ايصال واثنين وثلاثه وعشرة. وبالتالي ما بيجي يمضي لي بقى حضرتك، المفترض القانون قال ايه في الايصال امانه؟ احنا النهارده القانون ليه نصوص تشريعيه وحاجات الزاميه، لو لم تتطابق على ماده القانون تمام فاصبحت باطله صح. يبقى المفترض النهارده الايصال ده في حاجه اسمها العله في التسلم والتسليم. ايوه القانون قال والدستور قال لا يصح تقسيم انسان ولو بناء على اعترافه متى كان ذلك مخالفا للحقيقه والواقع. يعني ايه معنى الكلام ده حضرتك؟ اتفضل كمل الجمله دي عشان وقت الحلقه عشان بس اقدر الم معنى الايصال الامانه تمام. يبقى النهارده المفترض ان الحقائق او الوقائع اللي تبقى موجوده في اي ورقه عشان اسنادها القانون صحيح لابد تبقى مكتمله الاركان. يبقى الايصال الامانه ده حتى من مسمى اسمه توصيل امانه تمام. يعني انا كعبد الفتاح استلمت من الاستاذه اسماء مبلغ وقدره لتوصيله للدكتور تمام. اذا لم تحدث هذه الوقائع على ارض الواقع تحديدا تمام
يبطل ويفسد الإصابة. كلام جميل. وبالتالي النهاردة حضرتك الغارم بيبقى عامل إيه؟ مضى على 10 إيصالات على بياض، والنهاردة عليه مثلا 20,000 30,000، فيجي الراجل يتقدم بشكوى واثنين وثلاثة، إيصال واثنين وثلاثة. طب إزاي بقى القانون يجيب لي حقي؟ احنا بقى عايزين حضرتك في حلقه ثانيه. عايزين بس نكمل في مشكله، عشان في حته معينه، علشان هنحكي كذا مشكله خاصه بيها. فاحنا عايزين بس نسال استاذ سيد، دكتور سيد. هو هل الفقر ممكن يكون سبب في انه يقتل طموح او انه يوقف طموح؟ طبعا. ازاي بقى؟ هقول لحضرتك حاجه. في المجتمعات الأوروبية ممكن يعمل كده، ويحدث في المجتمعات العربية وفي مصر قليلا. تمام. على سبيل المثال في مصر في الآونة الأخيرة، ممكن السبب الجلي في ذلك السوشيال ميديا، فيسبوك، التواصل خلانا نعرف أن هناك متميزين كثيرين في شتى المجالات وتحت خط الفقر. وفي الآونة الأخيرة يعني ظهرت نماذج كثيرة مشرفة. تمام. معظمهم تحت خط الفقر. يعني أنا أعتقد إن كان في حد اللي إحنا جايين عشانها النهاردة. تمام، ما شاء الله. تمام. يعني 98 أو 99% تقريبا. مسعد السيد صورتها، من صورة نورهان موجودة. طبعا محافظة الدقهلية. نعم. من المنصورة. نعم. المنصورة. وغير نورهان، يعني أنا أعرف أعرف كثير. نبذة صغيرة عن نورهان بعد إذن حضرتك. إن نورهان دي كانت من البنات اللي هم المتفوقين برغم الظروف الأسرية اللي والدتها كانت بتمر بيها. والدتها ست بسيطة عايشة مع الولد والبنت، وكانت بتقدم لهم كل ما تستطيع زي أي أم إنها تقدمه لأولادها. فالبنت برغم الظروف وبرغم حالة كورونا وبرغم اللي البلد كانت فيه، ان البنت اجتهدت وجابت مجموع 97%. ونورهان كانت جايه معانا الحلقه النهارده، وكلنا وسياده المستشار والدكتور كانوا جايين عشان يدعموا نورهان، وكانت المفروض تبقى متواجده. بس طبعا نورهان مرت بظروف صحيه اكتر، لان البنت دخلت في حاله نفسيه من الاكتئاب والتعب النفسي، عشان ان هي مش قادره تدخل. هي حلمها انها تدخل اسنان. وبنطالب من هنا وبنناشد من هنا لو في يعني يا ريت السيد الوزير، التربيه والتعليم، التعليم العالي لو يقدر، يعني نقدر ان احنا ندعم نورهان ونحقق لها حلمها في ظل الظروف الصعبه اللي هي بتمر بيها. وحضرتك زي ما انت شايف، انت اتكلمت حضرتك واحنا اتكلمنا في نقطه حلوه قوي اللي هي الاحتياج. وشوفوا برغم ده كله الا ان في شباب بتجتهد وبتكافح. احنا سمعنا عن شباب كتير في الثانويه العامه اجتهدوا. انا كنت لسه راح اكمل. انا كنت هكمل حاجه زي كده، يعني هي نورهان او ايه او الشاب المحترم الجميل اللي هو بائع الفريسكا الاسكندريه، ما شاء الله، وغيرهم من كفر الشيخ. بس ده كان حظه، يعني ربنا يا رب يسعده ويهنيه. ما شاء الله، ما شاء الله، يعني ربنا يوفقه. يعني النماذج من بيت واحد. تمام. والظروف الماديه والمعنويه متدنيه جدا. تمام. وما شاء الله من بيت واحد 99%. الشاب الاخ الاكبر العام الماضي 99%، والاخت الصغرى العام الحالي 99%. ما شاء الله. فليس الفقر في مصر تحديدا، هذه النماذج المشرفه لا تجدها الا في مصر. تمام، صح. يعني ان بحثنا في اي دوله اخرى عن نموذج تحت هذا الضغط سيولد عنده امرين. تمام. الامر الاول اما الانتحار، الامر الاول الانحراف. معنى كده ان الفقر ما بيمنعش التميز العلمي؟ ليس في كل الدول. أيوه. في مصر حاله شاذه. نعم، في مصر حاله شاذه. أيوه. يعني هناك متميزين بشكل كبير في مصر. أيوه. في الشهاده الاعداديه وفي شهاده الثانويه العامه ما شاء الله، وفي هذا العام تحديدا ما شاء الله، يعني رغم ما مرت به البلاد من ظروف كورونا وما الى ذلك، لكن ما شاء الله هناك نماذج مشرفه كثيره. فالفقر لا يعد في مصر حاجزا للتفوق او التميز. مظبوط. طيب احنا عايزين حاجه سريعه اخيره، هنتكلم الفرق. معلش انا اسف والله حضرتك، بس اتفضل. انا اسف يعني. اتفضل. الاستاذه العزيزه اللي اتصلت في بدايه الحلقه والدكتور اللي اتصل بعدها اتشرفنا بيهم طبعا، بس هم جاوبوا على الجزئيه دي بالذات تحديدا اللي هي الفقر، ان هي قالت ان الفقر بس مش مادي، في فقر اخلاقي ومعنوي. هل الفقر منع بائع الفريسكا ده او منع الانسه نورهان من التفوق؟ لم يمنح. لا، يبقى النهارده ده مش فقر، ده مش فقر مادي، ده فقر معنوي. صح. يبقى المفترض النهارده على الدوله ان تكفل هذه الاشخاص. هذه هي الغارمه او الغارم المعنوي. المعنوي انا عندي غارم مادي وغارم معنوي، نوعين.
طبعا النهارده المفترض التكافل. النهارده الدكتور سيد ابو زيد موجود معانا وهو احد اعضاء المجلس الحقوقي. احنا لسه بقى في جمعيات هنسأله. احنا عايزين بس خلاص هو وقت الحلقه للاسف نفذ. تمام، فاحنا عايزين بس كلمه اخيره من حضرتك في مقياس الفقر ما بين دوله واخرى. كلمتين كلمه سريعه بس. طيب وحاجه تانية برضو جنبها اللي هي المنظمات الحقوقيه، دور المنظمات الحقوقيه. دعونا يعني نتفق ان مقاييس الفقر تختلف من دوله الى اخرى. تمام، فقد اخرجت المنظمات العالميه ان من لا يملك دولارين او اقل فهو تحت خط الفقر. صح، على اساس يعني انا الدولار 15 جنيه او 16 جنيه يعني 30 جنيه في اليوم، فهنا في مصر كويس. أيوة، ليس تحت خط الفقر. تمام، فهناك مقاييس لدول اخرى مثل السودان. السودان دوله الصومال. ايوه تمام. الصومال دوله فقيره. تمام، معونات ثانويه وهناك بعض الدول التي تحتاج يعني معونات لكي تنتشلها من الفقر لدرجه الحياه. تمام، يعني يريدون الاكل فقط. ايوه خدت بال حضرتك. لكن في مصر لا نعتبر فقراء، ليس يعني دعوه للتقشف، لا 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 اطلاقا. من يدعون للتقشف فهو انسان مضلل. ايوه طبعا صح. تمام، انا لن انظر الى رجل مليونير او ملياردير امامي واستمع لاحد يدعون للتقشف، هذا ظلم. صح، هذا ظلم. تمام. طب احنا كده وصلنا لنهايه الحلقه. انا بس عايزه اقول حاجه انا كنت قراتها عن مؤسسة مصر الخير، كانت بتدعم المشروعات بالنسبة للغارمين والغارمات وعملت حاجة كويسة جدا. أنا لما قرأت عنها ولقيت الصحف بتتكلم عنها كانت حاجة جدا هايلة، إنها بدأت عملت مصنع للسجاد وبدأت تجيب الغارمين وتبدأ توظفهم فيه، فكانت حاجة هايلة جدا منهم، خصوصا إن مصر كانت معرفة بصناعة السجاد. إحنا عايزين ندعم الغارمين وعايزين ندعم أصحاب النفوس الفقيرة وذي الدخل البسيط. إحنا كده وصلنا لنهاية الحلقة، نتمنى نكون افدناكم. كنا برنامج بنت البلد. ثانيه واحده، احنا طبعا بنشكر حضرتك يا سياده المستشار. انا بتشرف بحضرتك. والكلام عن وصولات الامانه وعن الغارمين والغارمات عايز حلقات متواصله. أكيد ونتمنى طبعاً. حضرتك يعني تكون معانا بعد كده، لان يعني جاي اتصالات اللي انا عرفته مدخلات كتير. استاذ بس استاذ المخرج في دقيقه علشان خاطر معلش انا اسف. اتفضل. ان في مؤسسات الدوله قامت على يعني السداد وتحديدا من صندوق تحيا مصر والسيد الرئيس المشرف على ذلك بشكل شخصي. تحيا مصر. نعم. هو الرئيس تحديدا مشرف على هذا الامر. تمام. في خروج الغارمات من السجن. صح. وقد حدثت بشكل كبير في هذا العام وهناك بتحصل قضايا. نعم. كتير بيبقوا في المحكمه ما شاء. نعم. الله يعني. نعم 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 سيدنا. شكرا جدا لحضرتك استاذ سيد، وشكرا لحضرتك استاذ عبد الفتاح. الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج بنت البلد. مع السلامه.